يا دكتور بونجور عليكي، صباح الفل على حضرتك استاذ هود واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. حضرتك طيبه؟ ويعني زي ما قلت لنا الاسبوع اللي فات، قلت لنا ان هو الاسبوع بدايه كان من يوم الاحد هيشهد انخفاض، ويمكن كمان من يوم الجمعه مش من الاحد، انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. وقد كان هل ده هيستمر بقى لغايه انتهاء فصل الشتاء بالرقم، يعني اللي هو يوم 21 مارس، ولا الوضع هيبقى عامل ازاي هذا الاسبوع؟ اتفضلي يا دكتور. لا طبعا الفترة دي بتكون فترة تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض في الحرارة، يمكن احنا بالفعل اليوم لسه مستمرين في انخفاض درجات الحرارة، واللي بدأناه من أمس وكان في تقلبات جوية وسقوط أمطار كان على بعض المناطق. اليوم كميات الأمطار بتقل، تكون أمطار ما بين الخفيف والمتوسط فقط على سواحلنا الشمالية الشرقية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري، تتلاشى فرص سقوط الأمطار من على المناطق الأخرى الجمهورية، مع استمرار انخفاض درجات الحراره اليوم العظمى على القاهره الكبرى 21 درجه مئويه. باحداثنا بالطقس، فتره النهار طقس مائل للدفء على اغلب المحافظات الشماليه مرورا بالسواحل الشماليه الوجه البحري القاهره الكبرى شمال الصعيد، اجواء دافيه على جنوب الصعيد خلال فتره النهار. فترات الليل هتظل درجات الحراره منخفضه خاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، أجواء باردة على أغلب الأنحاء. كمان طبعا في شبوره مائيه بتتكون على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر. متوقع من غدا الخميس، معانا خميس وجمعه ان شاء الله، ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره، لان احنا متوقعين ان العظمى على القاهره الكبرى توصل 25 درجه مئويه فتره النهار، طبعا مش ارتفاعات ملحوظه، ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره مع وجود نشاط للرياح الخميس والجمعه، ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه، فهناخد بالنا من الاتربه والرمال المثاره. مع يوم السبت ترجع تاني درجات الحراره تنخفض، فالفتره دي هتفضل بين ارتفاع وانخفاض في الحراره. عشان كده ناكد مرضى الحساسيه والجيوب الانفيه، لو احنا هنخرج بكره او بعده لازم ارتداء الكمامات. مهم جدا ناخد بالنا بشكل كبير من نوعيه الملابس فتره الليل. فترات النهار حتى لو خففنا مفيش مشكله، لكن فترات الليل لازم نحافظ يكون معانا جاكيت، اي قطعه ملابس اضافيه نرتديها لو حسينا بانخفاض درجات الحراره. بالاضافه كمان الفتره دي مهم جدا نتابع نشره جويه بشكل يومي بشكل مستمر بسبب التقلبات الجويه الحاده والسريعه اللي دايما ملاحظينها بين ارتفاع وانخفاض فرص امطار، لان متوقع ان فرص الامطار تعود مره اخرى كمان يوم السبت القادم ان شاء الله. هو أنا عندي سؤال، يعني هل التقلبات الملحوظة دي هل بس بتحصل في بعض المناطق في العالم، ولا بيكون معرض ليها كل العالم في فكرة هنا اختلاف الفصول؟ لأن أنا بشوف مثلا في أوروبا ما بيحصلش التذبذب في درجات الحرارة والطقس بهذا الشكل. هو التذبذب الكبير بيجي عندنا في جمهورية مصر العربية، خاصة مع الفترة الانتقالية بين فصل الشتاء وفصل الربيع بسبب مصادر الكتل الهوائية، لأن احنا بنبدأ نتأثر بمصادر كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية. ده اللي بيخلي في تذبذب كبير في درجات الحرارة، الكتل الصحراوية ترفع درجات الحرارة، الكتل الشمالية القادمة من جنوب أوروبا تعمل انخفاض في درجات الحرارة، فالفترة دي بيحصل تذبذب بين مصادر الكتل الهوائية. لكن في بعض الدول الثانية بتبقى مصادر الكتل الهوائية شبه يعني إيه واحدة، ما بتبقاش كلها ايه مناطق صحراويه، لان احنا عندنا صحراء كبيره جدا الصحراء الغربيه، مصادر الكتل الهوائيه اللي بتيجي منها ده اللي بيؤدي لارتفاع كبيره في درجات الحراره. كويس جدا دكتور منار، حقيقي بنشكرك جدا، ونشوف حضرتك ان شاء الله الحد الجاي. شكرا ليكي جدا على التغطيه دي. المشكله